طيب اسال السؤال بصيغه تانية، بصيغه تانية، لو انه مصطفى محمد كان هناك شبه اتفاق او قرار على رحيله، بقول بفترض دي فرضيه مش مش حاجه واقعيه بنسبه 100%، هل حميد احداد يقدر يشيل مكان مصطفى محمد؟ لا لا لا، انا بشوف المميزات هنا وهنا، او القوه هنا وهنا، او الطول هنا وهنا، او الضربات الراس الشوط. خلي بالك مصطفى عنده ربنا مديله ميزه انا ما شفتهاش بقى 10 20 سنه، اللي هي ان الشوط من تحت الرجل ما شاء الله بيلعب الكره تحت رجله صحيح، وبياخد القرار في اقل من الثانيه من غير انت ما تفكر اللي قدامي كمدافع.